الاستديو إليكم الكلمة. مثل ما نشاهد في هذه اللحظات متابعينا وصول سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي إلى مركز محمد بن راشد للفضاء وغرفة التحكم، وهو طبعا ذكر في تغريدته السابقة تأجل الإطلاق لكن الطموح قائم، لا يتأجل لا يتوقف بل يمضي بعون الله إلى آفاق جديدة. بعد دقائق ينطلق الصاروخ فالكون 9 مع كرو 6، وأخيرا تستقر بوصلة الزمن على اليوم الموضوع.